وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، أرحب بك وضعنا في صورة أبرز فعاليات اليوم في معرض الكتاب وحجم الإقبال الجماهيري على المعرض. تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة لفعاليات اليوم السابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 من مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث استمرار لفعاليات الأنشطة الثقافية والندوات النقاشية المختلفة داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأيضا هناك حضور كبير يمكن تجاوز أكثر من مئات الآلاف وأكثر من مليوني زائر على معرض القاهرة الدولي للكتاب باختلاف الأطياف والأسرة المصرية بأكملها حاضرة، وأيضا باختلاف الأعمار المختلفة. هناك جناح الطفل بشكل كبير جدا يشهد عدد من الحضور للأسرة المصرية والأطفال بشكل كبير، وعدد من الورش منها الرسم والتلوين والحكي للقصص المختلفة الخاصة بالأطفال. وأيضا إذا تحدثنا عن على هامش هذا المعرض هناك عدد من الندوات النقاشية وأيضا الأنشطة الثقافية على مدار اليوم. هناك مناقشات في قاعة الفكر والإبداع لعدد من الكتب والروايات والقصص الروائية منها أنا المكذوب، وأيضا الثقافة طوق النجاة، وهناك عدد أيضا من الأمسيات الشعرية في قاعة ديوان الشعر، والصالون الثقافي أيضا يشهد عدد من المناقشات المختلفة. وهناك استمرار في القاعة الرئيسية الخاصة بدكتور سليم حسن عالم المصريات وهو شخصية المعرض لهذا العام. هناك عدد من الأنشطة والندوات الثقافية بها على مدار اليوم، منها مشروع استعادة طه حسين، وأيضا فيما يخص حياة كريمة والصحافة الورقية ومستقبل هذه الصحافة. هناك أيضا عدد من الندوات التي ناقشت التنمية والجانب الاقتصادي في قناة السويس، وهناك العديد من النقاشات المختلفة على مدار اليوم لكافة الحضور، وأيضا الرواج الكبير الذي يشهده معرض القاهرة الدولي الخاص بصلاة عرض الكتب المختلفة، وخاصة الإقبال الكبير على الكتب التاريخية وأيضا الفلسفة وعلم النفس والروايات وغيرها. عودة إليك مرة أخرى. نعم، شكرا جزيلا لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.